عمر باشا العضو السابق في شرطة الحدود الذي مر عبر أكاديمية شرطة الحميز هو رئيس الأمن في مطار الجزائر العاصمة، وكان قد حل محل محمد تيارتي في مطار هواري بومدين، والذي أقيل بعد التخلي عن القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي. قبل أشهر قليلة كان مفوض القسم عمر باشا هو صاحب الاعتداء الجنسي العنيف في حق ضابطة شرطة في مطار الجزائر زهية با، منتهكا كرامة الضحية وسلامتها الشخصية وحقها في العمل بتعسف وسوء استخدامه لمنصبه. ويعاقب القانون 15-9 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 بالسجن من 3 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 100,000 و 300,000 دينار جزائري أي شخص يسيء استخدام السلطة الممنوحة له من خلال وظيفته أو مهنته، أي شخص يضايق الآخرين بأي فعل أو تعليق ذا طبيعة أو تلميح جنسي. زهية باء، هذه المرأة التي لم تكن ترغب في المعاناة بصمت رغم خوفها من فقدان وظيفتها، لم تتردد في تقديم شكوى لرؤسائها للتنديد بالاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، وسرعان ما فتحت إدارة الشرطة تحقيقا ثم استدعت عمر باشا للجنة الانضباط. هنا فقط نذكر أن عمر باشا هو الرجل المحمي آنذاك من قبل المدير العام للأمن الوطني خليفة لونيسي، وأكد لألجيري بارت آنذاك ضابط شرطة في مطار الجزائر بأن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت كل ثقتها وثقلها على أعضاء اللجنة التأديبية لتبرئة صديقه الذي ارتكب جريمة اغتصاب، وتم التكتم على القضية بسرعة مع تبرئة عمر باشا، ومنذ ذلك الحين لم ينظر أحد في التوازن النفسي للضحية التي شعرت بالعجز واليأس. انتهاكات لا حصر لها في المطار الجزائري الرئيسي، ومعلومات عن حالات انحلال أخلاقي مصحوبة بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به أصحاب الامتيازات. زدمية را الملقبة بجمانة تعمل في المديرية العامة للخدمات المطار وشركة إدارة البنية التحتية SGSEA. هذه المرأة التي لا علاقة لها بجهاز الشرطة لكنها قريبة جدا من عمر باشا لدرجة الانغماس في كل التجاوزات معه، كما ينطبق الشيء نفسه على فاطمة فاء ضابطة شرطة في مطار الجزائر العاصمة التي لديها أكثر من علاقة ودية مع مشرفيها. فهؤلاء لديهم تأثير على الشخص الأول المسؤول عن أمن مطار الجزائر العاصمة، بحيث تمكنوا من المطالبة والحصول على نقل بعض الضباط وتعيين آخرين وفقا لاعتبارات غير مهنية على الأقل، وقد تحققت ألجيري بارت من كل جزئية منها. فماذا يفعل مراقبو إدارة النقل ومراقبو وزارة الداخلية؟ فإذا كان بعض المسؤولين الأمنيين لا يتبعون القانون أو اللوائح، فكيف يطالبون به من زملائهم أو مرؤوسيهم أو مستخدمو المطار؟ فسلوكهم خطير جدا من وجهة نظر أمنية. هذا الموقف يعطي للأسف صورة سيئة على الشرطة ويؤثر على كل الصادقين فيها، كما روى لنا ضابط الشرطة الشاب. كل هذا في الوقت الذي تسجل مطارات الدولة محاولات يومية لتحويل العمولات غير المشروعة والتي تزداد أهمية وكبر في الحجم. ويبدو واضح لنا أن الموظفين المسؤولين عن أمن المطار يجب أن يكونوا نموذجيين ويقظين، وقبل كل شيء لا يعانون من أي تآثير خاصة إذا كان من قبل نساء لا علاقة لهم بالجهاز. فمنذ إنشاء قسم الشرطة الجديد في مطار الجزائر لم يسري شيئا على ما يرام، فالتراخي واضح. فقبل أشهر قليلة كان عمر باشا هذا هو نفسه من ساعد طاهر علاج الرئيس التنفيذي لشركة السجزية على القيام برحلة إلى فرنسا مجنبا إياه الرقابة داخل المطار رغم وجوده تحت شرط المنع من مغادرة التراب الوطني،
وهذا ما أكد له لنا الضابط الشاب. وقد حاولنا في تلك الفترة الاتصال بعمر باشا للسماع له بالتحدث علنا عن اتهاماته الخطيرة ولكن دون جدوى. اليوم وبعد أن تم إعفاء عمر باشا مدير الأمن بمطار الجزائر العاصمة في المديرية العامة للأمن الوطني من منصبه وباستبداله بمفوض جديد للفرقة حسب ما علمت ألجي بربار خلال تحقيقاتها، وتم استدعاء عمر باشا للإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبالتالي فقد منصبه المرموق كضابط أمن بمطار الجزائر الدولي، وحل محله كمال باقي رئيس مديرية شرطة الحدود الإقليمية بقسنطينة، فيما تبقى وصمة العار والاغتصابات التي ارتكبها بحق نساء أبرياء تلاحقه، وعلى العدالة الجزائرية ومديرية الأمن الوطني أن تعيد بعث قضية زهيبة والتحقيق فيها من جديد، كون الفاعل لا يزال في ذات الجهاز رغم إقالته من رئاسة أمن مطار الجزائر.